صورة الخليط. هذه لا كما كان مهدد يقول كل ما نموتش كل ما نموتش بالحرقه نشرب نصير وما شفتهاش هذا وين شفتها بركيا طب هذه سته باش شفتها هاي كما كان معول على الموت هذا مش عندي ما ده ما عندكم ده شمبرة واحدة ايه شمبرة واحدة ها هي الشمبرة شوف فيها وهاي الكوزينة يعني مش وانت ها هي وين والله رقمي دي الجنة اشتيها ها هي وين والله رقمي دي الجنة مساحة تقدر تقول تاع 30-40 متر هذا وش كاي رجلك كان حارس بلدي كان حارس بلدي ايه وكان من ساعة مكافحة الإرهاب ثاني ثم كان زاد ورافلة وكان مكافحة الإرهاب ومن 98 وهو في الحرس بلدي تقدر تقول هو مسوفري وإحنا مسوفرين معاه هو هاملي سوفري وإحنا ومامتهم سوفرين معاه برا هنا في الدار ثم ولا لا دار لا والو كرينا في كل بلاد دورنا حسب الملف تاعنا تاع السكنه وما من 96 من 96 وحنا مدايرين ملف تاع السكنه وكيما يقولوا حويا وعلى ثاني رجلي هاو هذا ثاني رجلي ناحية قاشر شوف رجلي حبس ثاني بالصفار ناحية قاشر ناحية قاشر راح يشوفني هني زغلني بسكار سنديد انا والله بعد شفتها حتى البارح كي شاف الغش يحكي بابا هذي ما كان برا في البلاي كي جاو شاف الغش قالوا له الدراري يوم باباك الغش قدام دارك ما في بابا هذي ما جا دخل سقطه وزاد راح ما زادش جا خلاها تخيل الوضع كوزينة وطوه شو منطق تخيل وقناة صرف المياه هاي ما كانش لهنا لما في الطوالات ولا لهنا ثم ماشي مع الطوالات ها هدو شوي الكوزينة حتى تشوف فيها بطا دلاميت ما مدموش بالصدى راجلك حتى يجرى ظروف تاع مشكلة السكن تحكي لنا الظروف هذه ايه نحكيها ثم على المشكلة السكن هي ثم من النواحي الاخرى كما يقولوا الحمد لله ككل جزائر بصح للشيء احكي له الساحه الاسترالي هي نحضر لك حتى انا هي وين وصلوكم المشاكل اللي وصلت مع رئيس البلديه ورئيس الدايره شكل النزاعات دخلت البلديه واش الدخل شارع التموالين مالينا دوم العزوز ربحت البلديه شرعت تما ملكها داتو والمحامي اللي داروه بو بنيدا فهمتيني طلعوا الحكم كثروا شرعوا طلعوا الحكم للقضاء في داير ذات ذاتها البلديه ثم انا رحت قلت للمير رحنا له ثم بصفة عامة انا والجب بتاعي رحنا له قلنا له احنا يا الدار ما كانش بناء ريفي هما الحرس بلدي كي خرجوا وعدوهم بالبناء الريفي احنا من 2011 البناء الريفي ما كانش واحنا نستناو ومتحملين والضرادي المشاكل الحسوسات قصين عليا الماء قصين من 2008 والماء ما كانش
2008 ولا ما كانش الغاز كان ماشي جاو كوباو قلبوه ليهم ولي انا حولي تريسيتي. شوف شوف الريسك تاع الريسك تاع تريسيتي زيما ها هو وين روح تشوف البيت ها هو وين تريسيتي روح شوف انا في البيت وين راهي تريسيتي ها هلا هذا الماو هنا الما كيسيح يسيح هنا يدخل للدار يعني حتى خرجناه برا وكان يسيح هنا وعبدناه في قاعه الجويه ها راح تشوف تريسيتي من هنا من خارج في نص والقطره كي جيت لي ماف التلفزيون ها هو مصوتي الفريجيدار الاول مصوتي كل شان اسقط اسقط وسوي له زين الانترنت كونسير البرد الكونسير مازال الانترنت ودي ميت طلب شوف الكونسير هذا داش الكونسير الكل الانترنت دا كونسير وشعلوا عليا الدارة تدخل تشوف هنا زيما الخيار شتيها كي تقطر القطرة دير لا مارس قداش المرة قريب نشعلو ولا حياة اللي من تنادي نعيط اعطيني ندير كونتير مع المير مع هذي اعطيني ندير كونتير اعطيني ندير واحد يعطيني والو واحد ما يسمع ليك كم لي الحكاية هي المهم وربحوا كما قلتوا ربحنا رحنا احنا قلنا له الدار وعدتونا بالبناء الريفي والبناء الريفي مازال ما كانش وهذه ملك البلدية سويوا لنا الوضعية عطيونا عقد الإيجار تاع الدار هذه وحنا نعدلوا بالعقل ثم وبخنسيب وحنا نعدلوا قال لك ما كانش زدت وليت انا من الناحيه الامنيه قلت له الناحيه دوك من الفيران يدخلوا عايشين معانا في الدار ولادي طول مجروحين بالسيلانات والوحدك شفتيها برا وشفتي الحاله زيما رحت ليه قلت له اعطيني لوتوريزاسيون باش نبني الحيط متر ونص علو وندير باب والناحيه ديك الخمجات والزناقيل والشيء هذاك قلت له باش نكون نامن روحي ونامن ولادي واني ما زلت صابره قال لي لا قال لي ما نمدش هذا رئيس البلديه يعني قال لي ما نمدش نهبط رئيس دايره يقول لي انا خاطي مسؤول عليها روحي للمير هو اللي مسؤول عليها ثم طالعه هابطه الحد يقول لي بالخميس وبالخميس يقول لي الحد ورئيس الدايره يعرف غير 15 يوم رواحي لي 15 يوم رواحي لي فهمتيني بول وصلت نهار الحادثه راح الزوج تاعي للمير راحوا الزملاء تاعو صح قبل ثم وعدهم قالوا لهم اني احنا سي با وسوينا لكم الوضعيه وخلال 15 يوم كيسمع هو راح بالخميس قال له ونعدوا في الحاله تاعنا قال له ما عندي ارض ما نمد لك قال له ذكر روحنا حرق روحه قال له احرق روحك على روحك جا هو لقانا هنا لمنا كل دخل القراحي طلقا صب لي صوص لمنا هنا وكسع وحرق انا دزيت وهربت عيط لابوليس لابوليس كي عيط لهم هضروا معاه المره الاولى والمره الثانيه ومن بعد قال له حب تحرق روحك احرق على روحك وراحوا عاودت عيط للحمايه انا قلت له راح يحرق علينا الدار وكيما كان الحال هو حرق وهم وصلوا هما وصلوا مازالوا ما نزلوش وهو احرق الدار يعني كل ما جاش تدخل سريع كيما يقولوا من ناحيه تاع الحمايه المدنيه كنا نموتوا كل ومن حسن الحظ كانت الطاقه في الكوزينه ما كانش ماشي طاقه تويقه في الكوزينه من درناها الجمعه اللي فاتت النهار الخميس فلقوا كل ما دارش ربي سبه بالطاقه دي كنا نموتوا هنا انا دزيت وخرج سيبا هو دوكا في الجروح هو يده ويلا انفكسيون وجهه تانا كيف كيف وهدد قال كل ما نموتش بلا حريقه ونلقى روحي فات نزيد نموت بلا سيد نشري لاسيد اني نعتهولك قبيل ونموت نشرب لاسيد ونموت ليسونسيال كان معول عليها قالنا يا نعيشوا كل عيشه مليحه ونظيفه كاي مواطن في 2013 يا نموتوا كل ما عندنا حتى عيشه وسيفغي صح يخدم عند الناس يبات برا في الكاميون يبات برا يجيب الكاميون ما عندناش وين نرقد راك تشوف الحاله دي تاع عباده ما تهزش كيما انا ولدي الكبير ازماتيك عندي ولدي علاء ازماتيك كي تعود نول ميديتي يروح يطول يبات في دارنا ولا يروح يبات عند جداه هاد هما صغار عبالك حتى من الناحيه النفسيه مرضوا هذا من الاوائل يقرا في السكوله من الاوائل من حتى كي يجيو يعيطوا له صحابو يحشم يخرج يقول لي ما تقولي لهمش اني نسكن هنا يقول لهم عندهم الديار وعندهم الواحد وعندهم واحد يقولي لهم ماما ما كانش هنا ما كاين حتى ابسط قلت لك ابسط الحقوق ابسط الحقوق الما ما كانش حتى كسرت ودخلت عنف الما دخلت عنف وعففت القانون ودخلت العين برك تريسيتي هاك تشوف هضرنا معاه الكونتر تريسيتي قالك ما عنديش عقد الملكيه بوخطو على بالو بينا ما عندناش دار
وعلى بالو بينا ما كانش يقول يعطيني عقد الملكيه. دي بانين يا ناس، ما تقدر تقول رئيس البلديه هو اللي يوصل المشكله ذا. كون حل المشكل من اساسه لمستفيد يخرج يروح لداره، اللي مش مستفيد يعاود يستفيد، ودار حل، دار حل لينا احنا في زوز، ودار لي تريسيتي، ودار لي الواحد، وخلاني الله الحيوط. فهمتي درك الورقه تاع تريسيتي يجي عند الجار اللي قدامي ما يمدهاش، ويخرج برا يقول اني انا نخلص عليهم تريسيتي، وانا ندير لهم، وانا ندير لهم، وما يحبش باش يبين البلديه باللي اي الدار هي انا اللي قاعد نخلص، وانا اللي قاعد ندير. وهو الضغوطات، وهذا الزوج تاعي احنا لي 5 سنين وحنا في الشرع، 5 سنين وحنا في الشرع معاه، وحنا خاطيينهم. واش هو داروا جميع توصل لورا العمل الاول في رمضان في 2008 حرقوا عليا الباب، روح دوك نعتهولك برا. نط في رمضان ورزمو مش من لوجوغ هذوك اللي يرقدوا ويدير تما من حيز درت الدار، وزوجي خدام طالع للجبل هامل برا، كون ما تعودش الربعة تصبح ما نرقدش، نضمن باللي ما كاين حتى خطر الربعة تصبح باه نرقد. انا اللي متى دوما ما نرقدش خلاص، بارح من الثلاثة وانا قاعدة لحد الان، قاعدة لحد الان. حرقوا عليا الباب نشم فيه ريحه الدخان، وما زربتش هاك تشوف، روح تشوف. ها هو دوك نعت لك الباب، اني طيرته برا. ها هو شعل، لقيت شعل في النار، كون قاسك في التريسيتي رحت طالت الدنيا، ودوك نعت او باب برا اخضر هذاك شاعل من برا. اي هذاك اللون افطنت جويها الخمسة الصباح ماشي ورطور، لقيت النار شاعلة. ها هي ثم داروا جميع الطرق حتى انهم يحرقوني. هي الحماية المدنية هي اللي يسمى زربة مثيلة، وكما كان ماشي الحماية المدنية راح يقول لهم شكون الموت، شكون ما عاد هذاك حقوق ليا. انت واش كيفاش صارت الحكاية؟ صارت راه عند المير، هو كي راه عند المير قال له كيفاه فراز رقم مع السكنة، قال له المير ما عندي ارض من مدلك دز وراح. بابا طلع هنا وشعل النار، قعدت ماما لابوليس جا وقارو هنا، قال له احنا بدنا نحرق روحي، قال له لا فك الهيه، ومن بعد قال له بابا انا حرق روحي بسيف، قال له احرق روحك على روحك. ركب في طنابيل ومشى وهبطوا لتحت. بعد ماما تعيط لي بامبي، تعيط لي بامبي وجا وصلوا هنا، هما وصلوا بعد هو في الدار جا طفاو. انت وين تقصت انت؟ وين تقصت؟ انا رجلي مكسرة لقطم، كل ما جاش الواحد هو حرق حتى طفيت وانا بالماء، وهاو شعره من الله وراك من الحرارة. قالوا اجيت من الشرطة، انا منعت غير كي كنت قاعد بالواحد، منعت غير كي كنت قاعد بدم بديت ما بغا نصب على خواتاتي في الماء. هادي هنا جريت انا على الماء والتريسيتي باش يدخلوا لي الماء، انا من 2008 الماء ما كانش. شوف داروا لي واحد المحضر، فهمتيني، هما بصح ما جاونيش، ما جاوش وما لقاوش الزوج تاعي خلاص. علاه ما لقاوش؟ شوف هنا، شوف الخطا هذيا، شوف بالجمعه ثم انا كنت في الاداره على بالي نعرف بها. شوف الخطا، مرتكب المخالفه الهويه عرضوي، رقم البطاقه التعريف الوطنيه مجهول. كي تجي دير معاينه تدي رقم البطاقه، تدي رقم البطاقه مجهول. الساكن حي احمد زمولي هنا، واش قالوا؟ ربط ربط غير شرعي لسرقه الماء. بصح انا من 2008 وانا ندوموندي في الماء، من 2008 رمضان رحت له، فهمتيني، انا رحت له في رمضان قلت له دير لي الماء، قال لي لا بون في دقيقه تاع غش ونسقي في الماء 4 سنين، وانا بيا بولادي حتى من هذا يهز القرايه تاع سعيده ويسقي بيه نجيبوهم. جيت كسرت ودخلت الماء. تسمى ميزيرية تقدى أكثر من ميزيرية. تسمى تنبرة وحدة كيما هذه قطع عليك الغاز الماء وزيدوه لك لي بروبليم. أنا اللي قلت له، عيطت لي رئيس دايرة قال لي سرقتي، قال لي دوك نلوح لك الشرع، مام هنا في الراديو قالوا لي نلوح لك الشرع. قلت له حبة لوحة الشرع، لوحة اللي عنده حق يديه. قلت له ناقص زيد لوحني في صاشية بلاستيك واقفل عليا بالسلاح، ما نزيدش نتنفس. هذا واش مازال لي الهواء برك، الهواء برك مازالوا ما حكموش عليه. والو ابسط الحقوق ما كاش، قولي شكون 2013 ما عندوش الماء في الدار،
2013 شكون ما عندوش رقاب؟ 2013 شكون عايش في كيما هك؟ قولي 2013 شكون اللي عايش كيما هك في 2013؟ شكون؟ شو عم بالك اقسم لك بالله هاي وين سيمنا الفرخ رجلنا من هنا يقعد الارض هنا ويخرج يخرج اقسم بالفرخ عم بالك في الصيف واش نديروا ثم يقطروا يقطروا الفيران نرقد ولادي من هي اقسم بالله ما نرقد وحشاكم وحشاك دوركم القراص قدام لك مترجليه باش ما يعرفنيش الفار ونبات قاعده ونقول لك شنو برد غوا تو نا با دغوا وما عنديش قطعه ارض نجري 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 بوريا لحد هذوما هامرين نخليهم لحد مبكر لحد الصباح خليهم راقدين نروح ونجي مساكن نلقاهم متشردين هنا في الجاردينه واحد فطر واحد ما فطرش ديروه جيبوا ليه مسكين ما صاب الماء ما صاب ما صاب يخدم عليهم ما صاب وما صاب وحارس بلدي كيما درك خرج هاك معايا بالك بالعطيه تحس بلدي تكفي ربع اولاد ما تكفيش انا عوره عبر هاي المشين مخيط بس مخيط لهنا هاي مال شتيها نشوف بس قاعدة لهنا مخيط الخطاب نخدم شخشوخة للناس نخدم يسونسيون نقول باش نعاونو باش نعاونو منزيدش منزيدوش ضغط على ضغط منزيدوش ضغط على ضغط كيما المصروف هذاك رقيق ما نقولوش خلاص على خاطر دي جو اكثر من مضغوط تشوف واحد يرضى الاولاد وعايش في الهمة ذا هو ما عنده حق أنا مشتيش نقول قدامه عنده عق قلت ينعيش وعيشها كأي جزائر عيشها نظيفة وهانية ينموتوا احنا ميتين واحنا حيين ما عندنا حتى عيال احنا لي ميتين وحيين ومن طب هو السفرة واحنا اكتر منه هو يخدم ومشهد الدولة دي تحوس راجل امن تحوس حارس بلدي وتحوس على جدارم يخدم خدمته وتحوس على بوليس يخدم خدمته وهو مشهالي في الدار هما بلاده فريسك ومرتو فريسك ويحوسوا عليهم يخدمون سيبا الدولة واش دارت تنظر تنظر حارس بلدي وتدير له قيمته وتهز له اعتباره كما هزته كما عملك الحالة تاعنا هذه كون جات عند الدول الاخرى احنا نفوتوا عند البسيكولوج قبل ما نفوتوا عند الطبيب نفوتوا عند البسيكولوج من البارح ورا البارح ولادي بيتي نجاره وبابا بابا دوه لبوليس بابا دوه لبوليس احنا برك عادوا يديوه للبسيكولوج ولا يديوه للبسيكاتر باه يحطوه مهبول يطيحوا يتلفونوا حقه ومهبول مش واعي واش يقول باش حقه يروح باش حقه يروح بصبح هو لا ضغوطات اكثر من ضغوطات تا واحد 2013 عمره كامل هو هذا السلاح كافح الارهاب ولا هو مكافح ولا هو اللي قاعد يتكافح دوك باش يتكافح قاعد يتكافح بانه مهبول ما هوش مهبول اسكو راكم حاسين بلي عايشين في الكرامة ما احناش عايشين بك ما عندنا حتى كرامة واش من كرامة عندك تروح ليه الى انا نحاول فيه باش نبني ونحاول فيه عدار وهو عايز التليفون يحاول فيه حبيبه وصحيبه ويقول له راح نسوي لك الوضعية واش من كرامة عندك واش من كرامة عندك كي تروح الرئيس في الدائرة ولا تروح رئيس البلدية يحط رجل فوق رجل ويمدخ شي يقوم يقول لك دونك الجوخ ارواح لي واش من كرامة كاينة ما نشوف فيها حتى كرامة كاينة يحترم المحترم يجي يعدي يلقاك تستنى فيه يدخل ويدز عليك الباب وش من كرامه انا اللي مش قاعده نطلب في حتى حاجه نطلب في حق من حقوقي ومادام لي جزائريه وفي دوله جزائري نطلب حقي نطلب حقي من ك ك ك كاني جزائريه نطلب حقي ابقى اي مواطن سكن نطلب سكن نطلب كيما يقولوا عيشه هانيه وبابليس وبابليس درك حنا نتمناو من بوتفليقة يعطينا دار درك حنا تحترقت ودرك كيفاه واحد يعيش نورمال والاخر يعيش ضوالي حنا ضوالي هاك تشوف الدار كيفاه بربي ان شاء الله بسرعة بربي 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 ان شاء الله شوف الكرامة نتاع لحرس البلد ولا هو يدفع لك أفتح حب نكتب نلقيت شو نحطه له أنا نشيله مكتب نسلف دير أي حاجة نشيل أبسط حلم ولدي نعب كريم ويوم تاعه بالناس بالويد حتى كي هبط في المعلمة تاعه كي هبط بنقطة كان ناف ولا ويد بعثت المعلمة قالت لي مندر قالت لي مندر مش بيعة بكتني قلت لها هاي ظروف ما تسمعيش نبكي قالت لي ساعتي في العقل ملقيت شو نحط له نكتب ملقيت شو نحط له الميكرو حلم وأبسط حلم
نسلم عند ولدي. قول لي هذه حياتي دي، هذه حياة ما طالب مسكين حتى شيء. الاخر مش قاعد عم بالك. ولدي تخمس سنين رحنا لبحر دم الكوكياج، جابوا قلت له اختي انا، قلت له وش راح تدير بيه؟ قلها راح نبيعه ونشري بها. قلها راح نبيع الكوكياج ونشري بها ونسيبه ونخليه يكون نسيس في بلادي ونهدر ونسيس في بلادي. الكبير قال لي ما نقراش. الكبير ثلاث سنين وقعت فيه في البريميراني ما نقراش. علاه ما نقراش؟ حب نخدم قال لي ونعاون بابا ونشري بها. تقدر تقول احنا الكل في ضغط نفسي وشي. هو جيت انا كامله اني رقدت نشوف نط من شوش اخويا طاح لي السكر وتحت لي لطنس هطول عيني. فهمتي؟ قلت نشوف نط من شوش وش من حق كاين في الدوله دي. قولي وش من حق؟ واحنا خلي ازمه اقتصاديه راحت هو لسنا دالتي. لسنا دالتي ماشيه بسنا وما كانش وما كانش وما كانش وما كان. ما عندنا حتى كرامة، ما عندنا حتى عيشة، نجيبوا لافين ناكلوها نربطوا نوضوا. هذه هي الحياة. اللي عنده حلم عندنا حتى حلم محقق، حتى حلم محقق ما كاين وين. كي رحت لبحر الملك كاكياج بدت نشري الدار. وشي؟ الدار. لما ندار؟ تخيل بحث لينا. لما؟ لينا.